بسم الله والحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على رسول الله. قال الله: وتوكل على العزيز الرحيم الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين. هذه الآية أمر الله فيها نبيه صلى الله عليه وسلم أن يتوكل على ربه، واختص اسمين جليلين العزيز الرحيم، وبين الله سبحانه وتعالى أنه توكل على هذا الذي يراك. هذه الآية فيها عدة لطائف وفوائد تدبرية. الأولى فيها وجوب التوكل، ولهذا أمر الله فقال وتوكل، وهذا فعل أمر يفيد الوجوب. وقد دلت الأدلة الأخرى على أن التوكل واجب، ولهذا قال الله: على الله فتوكلوا، وقال الله سبحانه وتعالى: ومن يتوكل على الله فهو حسبه. واللطيفة الثانية، هذه الآية ذكر الله فيها اسم العزيز الرحيم، وذلك لأن من منازل التوكل، من درجات التوكل، درجة الثقة بالله وحسن الظن به. والثقة بالله هي إيمان العبد بأن الله يختار له ما يناسب حاله، وإيمانه بأن الله عزيز في أفعاله، عزيز في أقداره، عزيز في أسمائه، عزيز في شرعه، عزيز في أوامره. والدرجة الثانية التي يقتضيها التوكل هي درجة حسن الظن بالله، ولهذا جاء اسم الرحيم حتى يتوكل العبد على ربه وهو يحسن الظن أن الله سيوفقه، وأن الله سيمكنه، وأن الله سينصره، وأن الله سيشفيه، وأن الله سيحقق له ما يريد. ثم قال الله سبحانه وتعالى بعد ذلك: الذي يراك حين تقوم. والذي يراك حين تقوم هذه درجة الإحسان، وهي أن يعبد الله، أن يعبد الإنسان الله سبحانه وتعالى كأنه يراه. ثم قال حين تقوم. وحين تقوم أهل العلم اختلفوا في هذه الكلمة على ثلاثة أقوال، وكل قول له متعلق بقضية التوكل. فقال جماعة من أهل التفسير أن المعنى حين تقوم يعني حين تقوم للصلاة، وهذا يدل على أثر الصلاة على قضية التوكل. فأصدق الناس توكلا وأقوى الناس توكلا هو أكثرهم تعلقا بصلاته وخشوعه وإقباله عليها. وهناك قول بأن المعنى حين تقوم يعني حين تقوم من قيام الليل، وهذه عبادة خاصة. وعلى هذا القول أيضا تأتينا لطيفة أخرى، وهي أن أصدق التوكل هو الإنسان الذي صاحبه يحافظ على الأعمال السرية كالصدقة وقيام الليل. وهناك قول ثالث: الذي يراك حين تقوم يعني لجميع أعمالك، وهذا يدل على أن التوكل على الله كما أنه يكون في الأمور الدينية فإنه يكون في الأمور الدنيوية. فالإنسان يتوكل على الله في تحقيق رزقه، وفي تحقيق صلاته، في تحقيق ماله وما تكفل الله به من أمور الرزق، وفي تحقيق دينه ودعوته وعلمه. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. وقار وفوق الجبين.